السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الفوضى الأمنية وغياب العدالة وجهان لعراق واحد. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا للمشاركة في البرنامج من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. يعني انت الحكومة ما تقدرين تحمين الشعب؟ هو صوتك مو من عندهم، مو من هاي الانذال، صوتك من الشعب يروح ينتخبهم. بس اقول لهم هاي قصيدة على الانتخابات الجاية، يقول: بعد ما نقص ايدي وانتخب صعلوك، ولا حط ايدي بيد الفرهدة وبية، صار كم سنة واحنا على نفس الحال، مالات الشعب عند الحرامية. كذاب اللي يقول الساسة عندهم دين، أو كذاب اللي يقول الدولة شيعية، ما دام اليتيم على الرصيف ينام وبيوت الأرامل بابا قونية. الله لا يعطيكم العافية، والله لا يوفقكم يا عملاء، يا عملاء يا خونة، اللي دمرتوا البلد، اللي قتلتوا شبابه، اللي يتمتوا أطفاله، اللي رملتوا نساءه. الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم. أهلا وسهلا. يعيش العراق منذ الاحتلال الأمريكي فوضى على مختلف المستويات وفي معظم المجالات، وربما من أبرز أشكال الفوضى في العراق هي الفوضى الأمنية وانتشار السلاح على نطاق واسع، لدرجة جعلت القانون السائد في العراق هو قانون وشريعة الغاب كما وصفه الكثيرون. يقابل هذه الفوضى غياب القانون والنظام القضائي المستقل الرصين، الذي بغيابه ساهم في تفشي الجريمة وانتشار الميليشيات والخارجين عن القانون ليفعلوا ما يريدون دون رادع. هذا الأمر دفع بكثير من المنظمات والجهات الدولية لإدانة الانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون، إن كانت على المستوى الجسدي أو على المستوى النفسي، بل دفع هذا الأمر الأمم المتحدة إلى وصف القضاء في العراق بالفاسد والفاشل، كما وصف بأوصاف أخرى مثل المحطم والمسيس والخاضع لأوامر الأحزاب والميليشيات. النتيجة كانت هي امتلاء السجون والمعتقلات بآلاف من المعتقلين الأبرياء الذين يتعرضون لأبشع صور التعذيب تحت ذرائع وأسباب كثيرة، منها الطائفية ومنها الابتزاز ذويهم من أجل دفع مقابل مادي لإخراجهم، حتى لو كانت التهم الملفقة لهم هي الإرهاب. رغم كل ما ذكرنا مشاهدينا الكرام، لكن يبقى السؤال القائم: ما هو دور حكومات ما بعد الاحتلال في هذه الفوضى؟ ولماذا لم يحسم أي من رؤساء حكومات ما بعد الاحتلال هذا الملف ويحكم سيطرة الدولة على الملف الأمني؟ كذلك سؤال بخصوص الإنفاق: ألم تنفق هذه الحكومات مليارات الدولارات على الجيش والشرطة؟ فأين نتيجة هذا الإنفاق على الأرض اليوم ونحن نرى هذا الانهيار الأمني؟ بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإبداء آرائكم حول الوضع الأمني ونظام العدالة اليوم في العراق. كيف هو؟ كيف يعيش المواطن العراقي اليوم في ظل انتشار الميليشيات والسلاح وهذه الفوضى الأمنية التي تجعل كل من يحمل السلاح لديه القدرة على أن يفعل ما يريد دون رادع؟ وأيضا كيف يرى المواطن العراقي حال النظام القضائي والمؤسسة القضائية وزارة العدل في أداء عملها ووظيفتها تجاه الجرائم والانتهاكات الحاصلة اليوم، إن كانت على مستوى الانتهاكات الأمنية أو إن كان على مستوى الفساد السياسي الموجود اليوم داخل أروقة مؤسسات الدولة؟ معنا السيد أبو ذياب من الفلوجة، تفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، اليوم موضوع الحلقة عن الانفلات الأمني. نعم أستاذ العزيز، اليوم صار موقف بالأنبار. شنو؟ اليوم وصلنا العاشر من رمضان، طلعت من الجامعة يا أبوي تصلي صلاة التراويح، فجمي طوارئ الأنبار سدوا الطريق مال الجسر بالفلوجة، جسر الحضرة. طيب، فالمواطن هذا صاعد بالسيارة يصيح على الشرطة يا أمير الدولة، يصيح على هذا
بيردوا له. فالشرطي شو يقول له؟ شلون يقول له هيك يطرد بيده؟ اي اشوف الاحترام يقول له هيك ارجع روح. وعدلوا المحلات وطردوا العالم لبيوتها. طيب زين انا اريد اسالهم، هسه العراق وصل 1 مليون اصابوا بكورونا. زين المواطن يلبس الكمامه وطردوه بالبيت وحضر وانتم تلبسون كمامه، يعني اهل الجنوب سويتي بهم خطيه. يعني هسه انا تابع بس احكي لك هذا الموضوع اذا سمحت. طيب تفضل. يعني هسه انا افطر واشرب مي بارد، يعني اكو ناس باهل الجنوب ما جاي يقدر يفطرون ويسحرون، كهرباء ما عندهم. يعني انا علش عايش اذا هيك الحياه؟ يعني انا شو راح نعيش؟ نعم. فهاي راح اتكلم عن الفلاح الامني. طيب انا استاذ العزيز انا اريدك تختصر بس لو سمحت سيد ابو ذياب. نعم استاذ، ما اطول 20 ثانيه. تفضل استاذي. اذا تريد تصير بالجيش اول ما راح يودوك على معمل. طيب اول ما راح يبقي وياك بالطائفيه. وثاني شيء اذا مصر من جماعه ايران ما يخلوك بالحكومه. وشكرا لك استاذ العزيز. شكرا ابو ذياب. شكرا. عبد الرزاق من بابل تفضل، حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله كريم ان شاء الله علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. استاذ محمد. العداله ما تتحقق اذا كانت الدوله مختلفه. يمكن ما تكون الدوله موحده والشعب متكاتف تكون هناك عداله. اما اليوم ما جاي، يعني اللي جاي يشوفها بالساحه من احزاب وميليشيات، فأي عدالة وأي حرية ما موجودة للإسلام. فهذا يعني صراحة يعني يعذب نفوسنا لما نشوف يعني إحنا بلدنا مخترق بهذه هذه المسميات، مرتبة الميليشيات، مرتبة الأحزاب، اللي كل همها هو السيطرة على خيرات البلد. فما أشوف أي استقرار أو أي بصيص أمل بأنه البلد يعني او ابناء البلد ياخذون حريتهم وياخذون العداله اللي يطمحون لها. ما زال دوله موجودين بالحكم. سيد عبد الرزاق، سؤال لو سمحت. سؤال سيد عبد الرزاق، موجود؟ تفضل يا حبيبي. شنو اللي منع حكومات ما بعد الاحتلال انه هي تطبق نظام عادل وتطبق العداله بشكل صحيح في العراق؟ شنو اللي منعها وهي بيدها السلطه، بيدها القوات، بيدها الجيش والشرطه والاستخبارات المخابرات وغيرها؟ شنو اللي منعها من انه هي تطبق النظام الامني بشكل صحيح وتحمي الناس من بطش الميليشيات ومن فوضى السلاح؟ لان استاذ محمد، لانه الاجهزه الامنيه مخترقه من قبل الميليشيات. فعند نعم. الاجهزه لما تكون الاجهزه الامنيه مخترقه من قبل الميليشيات والعصابات فحتما ما راح يكون اي استقرار. فالدوله يعني دورها ضايع استاذ محمد. نعم. فاللاعب والفاعل اللي بالساحه السياسيه العراقيه هي الميليشيات للاسف. اها نعم. شيء سيد عبد الرزاق انا اشكرك شكرا جزيلا. معنا سيد ذكران من صلاح الدين، تفضل. الو مرحبا. اهلا وسهلا، حياك الله. مرحبا، شلون؟ الله يسلمك يبارك بيك، تفضل. اهلا وسهلا. احنا نازحين قاعدين في المجمع مريم عذراء بغداد. نعم. ارفع صوت لو سمحت، ارفع الصوت. سيد ذكران. يعني كل فترة تليفون. تتعرضون الى مضايقات؟ فقدنا الاتصال ويا سيد ذكران من صلاح الدين، ارجو انه يعاود الاتصال مرة اخرى. عندنا اتصال؟ معنا اتصال؟ طيب مشاهدينا الكرام، اذا بخصوص الملف الامني، طبعا اليوم العراق يعيش في فوضى كما قلنا، ومثل ما تفضل سيد عبد الرزاق من بابل يقول بانه الاجهزه الامنيه في العراق اجهزه مخترقه، اجهزه فيها ميليشيات، فيها ضباط دمج. هذه الاجهزه وهذه الشخصيات او الافراد لديهم انتماءات حزبيه، خاضعين لاوامر اخرى خارج المؤسسه العسكريه او الامنيه في العراق، وبالتالي
ينفذون ما يطلب منهم إن كان هذا الموضوع حتى يعارض أو يتعارض مع توجيهات القيادات الأمنية العليا التابعة للقائد العام للقوات المسلحة. السؤال هو هل هذه الدولة، الحكومات أقصد، الشخصيات التي حكمت العراق منذ 2003 لديها الرغبة في بسط نفوذها وسيطرة الدولة على النظام الأمني والملف الأمني، أم أنها متواطئة فيما يحدث اليوم في العراق؟ كلهم قبل الانتخابات يعدون بنظام أمني واستقرار ويحاولون الترويج لمبدأ السيادة والاستقلالية في العراق، لكن أين هذا الكلام على أرض الواقع اليوم؟ لماذا نرى استعراضا أو استعراضات عسكرية مسلحة للميليشيات والأجهزة الأمنية تخرج متفاجئة تقول لا نعلم أن هناك استعراضا أو لا؟ لماذا نرى كشف من قبل تقارير دولية أو تقارير محلية لمنظمات عن وجود سجون سرية داخل العراق والحكومة لا تتحدث ولا تتطرق إلى هذا الموضوع؟ لماذا خائف السلطة من التعامل مع الميليشيات؟ ذكران من صلاح الدين عاود الاتصال، تفضل. ألو، مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا. ألو، أسمعك، تفضل. احنا جماعة، احنا مسيحيين نازحين قاعدين بغداد، نعم، بالمجمع مال مريم العذراء، نعم، بزيونة، نعم. فكل بين فترة فترة يعني جاي يضايقونا على مود اخلاء المنطقة، يعني اخلاء المجمع. من هم اللي يضايقوكم؟ والله ما ندري شنو، من الجهة جاي يضايقونا ما حد يعرف. يعني جهة رسمية أمنية لو افراد عاديين؟ يعني احنا 250 عائلة ساكنة. لا، أنا أقصد اللي يضايقوكم، جهات أمنية رسمية لو ميليشيات مسلحة لو أفراد عاديين لو منهم؟ ما أقدر أقول لك هاي الشغلة، ما يعني على قفلة يجونا أمر إخلاء. أمر إخلاء يعني هذا الشيء رسمي؟ يعني ما بعدين ورا هاي يدخلون المسؤولين الكبار يعني يخلدون، يعني يموتون الشغلة. سيد دكران، أمر إخلاء يعني هذا شيء رسمي، يعني هذا من الدولة هاي التوجيهات؟ والله ما أعرف، ويجون مسؤولين الإخبار ويجتمعون عمليات بغداد، يجون ماشين وبعدين يوقفون الإخلاء. وهذا الموضوع صار لكم جدة تعانون منه هذا الموضوع؟ يعني صار هاي ثالث مرة تقريبا، ثاني ثالث مرة. نعم، يعني مثل شو الحرب نفسي. شنو السبب انهم دا يريدوكم تخلون المكان؟ نعم، شنو السبب اللي دا يدفعهم انهم يقولوا لكم اخلوا المكان؟ والله ما عارف شنو غايتهم، شنو. طب انا اريد اسالك انت 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 نازح من صلاح الدين؟ نعم. شنو اللي مانعك ان انت ترجع لمنطقتك؟ أنا أول شيء كنت أداء مصر بيجي. طيب، أنا كنت أداء مصر بيجي وفصلوني من دائرة، انفصلت من دائرة. وحدك لو يشتغلون وياك هم؟ لا يعني مجموعة هم وياي. طيب، بس شنو سبب الفصل؟ فترة جينا وقعنا على استمارة مال فداية صدام. طيب، ما تداي صدام، بس شنو ما عندي مشاركة، بس مجرد توقيع. زين هسه أنا جبت كتاب من مسائل العدالة، عدم شمول بالقرار الفصل، بس أبو التصاريح مدير التصاريح الأمنية مال وزارة النبض ما يوقع على عادة إلى وظيفة. طيب ماشي، هذا بالنسبة لوظيفتك، بيتك ليش ماذا تقدر ترجع له؟ ما أقدر، لأن لازم موافقة مدير التصاريح الأمنية مال وزارة النبض. نعم، ما جاي وقت. يعني مثال عدالة يقول أنا ما عندي شيء وياه. يعني ما عدم شمول بالقرار، بس المتوقف الشغلة هي مدير التصريح الأمني مال وزارة النفط. طيب هي مو المفروض دولة إذا طلع قرار من جهة معينة حكومية خلاص الجهات الأخرى تمشي بالموضوع؟ شلون يعني؟ يعني هو على سلطة منه نعم، يعني بالدولة منه رئيس وزراء. المفروض يعني المفروض رئيس الوزراء على المحكمة الاتحادية منه جاء يحكمنا ما نقول. نعم نعم. سيد ذكران، أنا أشكرك يعني من صلاح الدين، أتمنى صوتك يوصل. وهاي الجملة الأخيرة
جدا مهمة. من اللي يحكم العراق اليوم؟ من هو صاحب القرار اليوم؟ لما يطلع أمر معين ببراءة شخص معين من مشكلة، من جريمة، من انتهاك، من تهمة موجهة إليه، أنه يطلع كتاب أنه هذا الشخص ما عنده مشكلة، ليش باقي أجهزة الدولة ما تمشي ويا هذا القرار؟ ليش الكل يمشي بمزاجه؟ من اللي يدير الدولة اليوم؟ وشلون تدار هذه الدولة أصلا في العراق؟ سعد من الكويت تفضل. يا هلا بيك، مية هلا بيك يا أستاذ محمد. أولا تهجير الأهالي لا يجوز، والفوضى كما ذكرت لا تجوز إسلاميا إنسانيا، وكذلك السستاني عليها أن ينبه أن التهجير هذا المواطنين والفقراء والمساكين لا يجوز. نبي منه يعني نصيحة، توجيه، يعني إرشاد إسلامي يعني. أيضا يا أستاذي، وضع أماكن لائقة للمعتقلين والمحتجزين، كذلك حصر السلاح للدولة كما ذكرت. ولكن نقول مزيدا من الاهتمام والحرص، مزيدا من الاهتمام والحرص يا أستاذي. أيضا كذلك الأوادم تريد أمن المخيمات، وكذلك الطرق، وكذلك الموقع والمكان والشارع والطرق والمنطقة السكنية، ونمتين أيضا تكميم الأفواه الأحرار الأوفياء. وآخر الكلام يا أستاذي، ندعو للشفاء، ندعو الله بالشفاء للمرضى والفقراء والمساكين، وكذلك أصحاب النوايا الحسنة، وتحياتي لكل البرنامج. شكرا يا سعد، شكرا شكرا جزيلا، حياك الله. عندنا السيد عطوان تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم، الله يحفظك أجمعين. أشكرك، الله يخليك، والله وجهك منور، الله شاهد. تفضل. تفضل. اي والله وجهك منور على الشاشة. الله يبارك فيك، سلمك، شكرا جزيلا. حياك محمد، شلونك؟ الله يحفظك. الله يسلمك، منور، رمضان كريم علينا وعليكم. أيوة جميعا، بارك الله فيك، خير وبركه ان شاء الله. انت جبت خابرني شيء خابرني، والله كل شيء ما صوب الرعايه الاجتماعيه، رحم الله والديك. والديك والله فكر في الدنيا محليه، والله مشتاق لك، وعمري 60 سنه مجاهد. الله يخليك محمد، محمد بس دعمت صوتي ان شاء الله يوصل، ان شاء الله دائما دائما. انا قلت لحضرتك ذيك المره، انا كل شيء واحد. نعم سيد عطوان، البارحه قلت لحضرتك شارك ايش قد ما تقدر، وظل يعني ارسل هذه الرساله. انت حقك، عندك مظلمه، ومن حقك ان انت تستمر بالاتصال وتطرح نفس الموضوع مهما كان موضوع حلقتنا. انا اتمنى طبعا تشاركوني بآراءكم حول الموضوع، لكن اللي عنده مشكلة حابب يطرحها يتفضل، اهلا وسهلا، ونتمنى هذا الصوت يوصل. يظل السؤال، الوزير ليش ما يوقع لك على الموافقة؟ هذا هو سؤالنا اللي دائما دا نطرحه كل مشاركة ويا حضرتك. سالم محمد. نعم. ألو. اسمع سالم محمد، والله العظيم اكو ما اشتاك، يعني انا هسه بس فراشي نام علي، الله شاهد كل شيء ما عنده، الله شاهد بالعراق. نعم والله استاذ محمد، والله العظيم، والله استاذ محمد. نعم والله اكو ما اشتاك هسه بالرعايه، انا كل شيء ما عندي، والله قاعد على الحديده، الله شاهد. واكو ما اشتاك في القران، العده سياره ما يسجدوا لراكب بيفتحوا راكبه. نعم. انا كل شيء ما عندي، والله الزمن صدام، عنده بيت وسياره وراكب كمان صدام، الله يرحم صدام حسيني، والله بهاليوم. طيب. عارف ليش؟ يطو راتب، يطو بيت، ويطو راتب يعني سيارة، هسه عدة سيارة يفتحوا الراتب، أنا ما عندي راتب، أبعد ولا سيارة ولا عدد، وقاعد على الحديدة. والله. نعم. من ياشد الله سبحانه وتعالى، وهذا الشهر كله خيرات يا أبو جاسم، الله يخليك يا محمد. الله يسلمك ويبارك فيك، سيد عطوان. نعم أنا أشكرك، أشكرك، بارك الله بيك، شكرا جزيلا للمشاركة. يعني زمان كذا الوضع، بأزمات اقتصادية، بحروب، بمشاكل، لكن يعني كان بحال أحسن من اليوم عايش المواطن العراقي، بغض النظر فترة الحصار كانت فترة صعبة على العراقيين. نقول ذاك النظام انتهى، ذاك النظام خلص، جاء الاحتلال وجاءت هذه الحكومات وقوانين اجتثاث وغيرها، وما بقوا أي جذر للنظام السابق. طيب انتهى ذاك النظام، اليوم انتم ايش قدمتوا للعراقيين من نظام امني، من نظام اقتصادي، من نظام عداله موجود، من حفاظ لحقوق وكرامه الانسان، من اعطاء حريه التعبير عن الراي وحريه التظاهر. طيب اليوم شنو شاف المواطن العراقي من هذه الحكومات اللي جاءت وقالت احنا جينا حررناكم من نظام دكتاتوري قمعي؟ طيب انتم ايش قدمتوا؟
انتم ايش قدمتوا للعراقيين؟ اليوم العراق ورا 18 سنه شلون عايش؟ العراقي يصنف اليوم واحد من أسوأ بلدان العالم في مختلف التصنيفات اللي تظهر، ليش وصل حال العراق اليوم الى هذا المستوى؟ عندنا ابو فيصل من السعوديه، تفضل. كان فضلك استاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. حياك وبغنى وكذبها. اهلا وسهلا. نصي صوت التلفزيون يا ابو فيصل. اسمعني من الهاتف لو سمحت. ما تسوي شغله. تفضل يا ابو فيصل. سيد ابو فيصل اخفض صوت التلفاز لو سمحت. هذا النظام الذي اتوا به العملاء وليو ايران، فاتوا بهذا يسمى رئيس الوزراء الذي لا يحل ولا يربط، هو السيطرة تتبع النظام اليوم. ولن تنتهي مآسات العراق الذي ثورة الشعب وتغيير هذا البائس حقيقية. هذه الحكومة ليست حكومة، هذه العصابات، ولا يوجد حكومة ولن تنتهي مآسات الذي ثورة مهما على الشعب العراقي يزور ردة التافه والتحيل. شكرا يا ابو فيصل. سيد جاسم من بغداد، تفضل حياك الله. السلام عليكم استاذنا العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. عفوا استاذنا العزيز، الباحث كان حديث عن فلوج. اي يقول له غلقنا المخيمات راح نغلقها كلها. نعم. ومنظمات ماكو بعد تصل للنازحين. طيب. يعني ايش هذا ليش؟ هذا ليش؟ نعم. زين احنا وين نروح؟ وين راح نروح؟ بيا جهه بيا وين نولد؟ انت نازح بمخيم يا سيد جاسم؟ لا والله مخيمات ما نازحين، بس المجنين ايجارات المخيمات يوميا يوميا ما ليس عائله، يعني كارثه. نعم. اليوم من الحكومه اليوم من الحكومه تريد تسد المخيمات، شنو مصير الناس دول؟ يعني وين حيروحون؟ يعني انتم مثلا خلينا نقول الناس اللي بالمخيمات اليوم، هل عمروا لهم المدينة؟ يعني محافظة الأنبار المناطق اللي بعدها منكوبة اليوم تعمرت حتى أهاليها يرجعون، الموصل، نينوى، ديالة، غيرها، كركوك. هم ذولا ما يعمرون، هذولا رجعك ويقول لك أنا رجعك بعدين ناخذك أعلك أستغلك مثنية. الشباب عندنا مثل ما يقول استشارة يأخذونه، هو هذا هدفهم، هذا يجلون نظر كمية أولا تاليها. هم ما يقولوا حال يقول حرقناه، اي دمرنا مناطقنا كده، دمرها وراح شنو تحرير منه. طيب يعني ماشي، خلي نمشي ويا جمله حررناكم، ويا كلمه حررناكم. طيب ليش ما يكملون ليش ما يكملون وهم دا يقولون احنا عراقيين واحنا اخوه واحنا جينا نحمي الاعراض والناس، ليش ما يكملون يكملون عملهم على الوجه الصحيح مثل ما يقولون، ويعمرون مناطق وبيوت الناس اللي تدمرت؟ والله استاذ ما يعملون هذا، كل من هسه هم هاي قضيه العفو، اكو بالثمانين معارضين علي، يعني لا واكو ناس تتعارض على كل شغله تخدم المناطق كلها يعارضون علي. حق الدفين، هذا حق الدفين. نعم. طيب انا عفك من الحقد الدفين، قل لي السياسيين السنه ايش قدموا لمحافظاتهم؟ والله بالنسبه للسياسيين السنه بالنسبه للطاقه المطلق، اي طاقه المطلق قالوا لي ليش ما تستغلون استغل، بس الجماعه ما يستغلون. صالح المطلق متهم بسرقه مخصصات نازحين، ليش ما تستغلون انت سياسيين السنة وتعرفونها هاي؟ يعني انا ما اقدر، انا اقدر استغل بس ربعي ما يستغلون. طيب سيد جاسم انا اشكرك، انا اشكرك يا سيد جاسم من بغداد، وضحت فكرتك. عندنا ابو صباح من الفلوجة، تفضل حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ محمد صحيح ان الحكومة السابقة راحت. طيب. محتاج عن مدى السابقة. طيب انا بس عندي يا اخي اذا استغلوا مثل الحكومة السابقة الحكومة السابقة الغني يشتغلوها، يعني حضر 24 ساعة المواطن ملايين، ترانا
المواطن يخلونه يطلع يتزوج ما حرج فيه ما أخبر السياسي ما يعرف يتحل لهذا البلد بس يشتغل يقعد كرسي شغلته يقعد على الكرسي نعم فما أدر حلول ولا رجعون ولا يعمرون ولا يتخمون. طيب سيد أبو صباح أنا أشكرك شكرا جزيلا. صوت شوية بمشكلة عندنا. سيد جاسم من صلاح الدين تفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطني من صلاح الدين جاسم عيني صار من 17 سنة الله أنا ناطق أنا المحطة محطة بلد. أي أنا 7 سنين شلون كيف أنا ناطق له 7 سنين شلون إيش بيها مناطقكم 7 سنين؟ نعم ايش بيها مناطقكم صار لها 7 سنين؟ انا 7 سنين هي الحرب او كل شيء ما بيها الاحزاب ضد تطلع كثير هذا النسلنا ما يخلينا نرجع. انت وين نازح؟ بل محطة بلد. نعم اي مناطقنا 500 كيلو عن المغرب. نعم نعم ليش مدى ليش مدى يخليكم ترجعون؟ والله العظيم تحجاب على مدى عيون ما النفط يسحبون نفط نعم. سيد جاسم أنا أشكرك ونتمنى صوتك يوصل. بنفس الوقت عندنا أهم مشكلة بهاي الاتصالات، بعض الاتصالات فيها مشكلة. أعتقد الأخوة اللي يمكن دي يتصلون على الواتس أب أعتقد ما أعرف. عموما نكمل الحديث مشاهدينا الكرام عن الانهيار الأمني طبعا في العراق. التجهيزات كثيرة وصفقات سلاح كبيرة جدا وتجهيزات عسكرية، تم انفاق مليارات الدولارات على هذه التجهيزات من قبل حكومات ما بعد الاحتلال. اليوم طبعا الجميع يمكن أو أغلب الناس عرفت بموت عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية الأسبق طبعا بسبب فيروس كورونا. عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية من 2003 لغاية 2014 وما ترك المنصب إلا بعد أن وعفي من قبل حيدر العبادي، وحيدر العبادي طبعا انقهر عليه فعين مستشار رئيس الوزراء. عدنان الأسدي في فترته بزمن 2007 أبرمت الدولة صفقة أجهزة السونار كشف المتفجرات اللي هي أجهزة الأريال، وطبعا العراقيين ضحكوا على الموضوع وصاركوا استهجان واستنكار كبيرين لهذه الصفقة الفاسدة، وطبعا تهكم من العراقيين عن أنه هذه الصفقة تكشف الزاهي والبهارات وما تكشف المتفجرات. في 2007 أيضا عدنان الأسدي رغم أنه هذه الصفقة أثبتت فشلها أصر بكتاب موجه إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على صرف المزيد من الأموال لتجهيز العراق بمزيد من هذه الأجهزة. بال 2009 بريطانيا فتحت تحقيق بالملف مع الشركة اللي صنعت هذه الأجهزة واتهمتها بأنه هي شركة نصب واحتيال. بال 2010 وراها بسنة اعتقلت مدير هذه الشركة بتهمة النصب والاحتيال. عقيل الطريحي وكيل وزارة الداخلية السابق قال بأنه هذه الأجهزة لا تعمل ودون جدوى. ورحيم العقيلي القاضي رئيس هيئة النزاهة الأسبق قال بأن المساءلة في كشف قضية أجهزة المتفجرات وقفت عند أحد الضباط دون أن تطال مسؤولين أعلى. بال 2014 رجع عدنان الأسدي صرح بأن الدولة ستقوم باستبدال هذه الأجهزة. كل هذا الموضوع وعدنان الأسدي توفى والدولة ما حاسبت عدنان الأسدي وغيره من المسؤولين عن هذه الصفقات الفاسدة أنه أنتوا شلون صرفتوا هذه الأموال وشلون تجهزون العراق بأجهزة فاشلة، أجهزة كشف متفجرات المفروض وأجهزة سونار. حدث في زمن المالكي وعدنان الأسدي وغيرهم تفجيرات وكوارث كثيرة على المستوى الأمني في العراق، فلماذا لم يحاسب؟ لماذا يقول رحيم العقيلي بأنه المساءلة وقفت عند أحد الضباط ولم يتم الوصول إلى مسؤولين أعلى؟ ليش الموضوع بالعراق القضاء يقف عند الصغار لا يستطيع محاسبة الكبار الحيتان مثل ما يصفهم وصفهم حيدر العبادي والثعابين مثل ما يقول مصطفى الكاظمي أنا أرقص مع الثعابين؟ ليش ما حد منهم دا يقدر يحاسب هذه الشخصيات التي
هي تعتبر رأس الهرم ورأس السلطة، وهي التي تعتبر المحرك لكل هذه الصفقات وأصحاب التواقيع النهائية على إبرام هذه العقود والصفقات، لماذا لم يحاسبوا؟ عندنا اتصال. السيدة سامية من كربلاء، تفضلي. ألو. تفضلي، أهلا وسهلا. ألو. تفضلي يا سامية. أنا سامية باقر إسماعيل من كربلاء. أهلا وسهلا. عائلنا الكوبل والدي طبق غدرتهم مخابرات إيران، وما زال مخابران مسيطرة علينا وإحنا أذلاء تحت أيديهم. حقوق ماكو، كل شيء ماكو عندنا، باقوا أراضي يعني بالأصل وباقوا الأساس. وأنا اشتكيت بشرطة العباسية ما قول نداء، رحت للقاضي اشتكيت ما نبالي ما نبالي، وأنا قاعدة بخرابة والبيت قاعد يوقع علي. وأكيد أنا إعلامية ثانية باقر النواب معروفة. نعم. انت طرقني كتلة وقوتي كتلة ولدي كتلة وأبويا كلنا رمزو احتيال. لا تشوف والحكومة اللي يحكمونا هم مخابرات إيران الطاغية، وما زال التبعات الإيرانية قاعدين يشتغلون بالبيوت ضدها وبالضلالة. وأذاننا بعد أذية بعد حال ما بين عندنا مورد رزق ولا عندنا حقوق. أخوتي أخوتي كتلو بالثمانين تبع إيرانية أربعة وياهم شرط عاصم مرزوق من شرطة الحسين في كربلاء ضربوه طلقات وكتب. أخويا إعلامي ومؤدب ومهذب. القضاء 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 بالعراق يا سيدة سامية ليش ما أنصفك؟ ألو ألو سيدة سامية أسمعك. فكرت لو بس 87 أخويا إسماعيل غدره وهو ليش ما أنصفوك؟ القضاء في العراق ليش ما أنصفك يا سيدة سامية؟ إيران تحكم، إيران بكافة دوائر كربلاء لهم علاقة ويحكمون. وأنا قابلت القاضي وقلت له قلت له سيد القاضي أنت تحكم إيران وما تحكم حقوقنا، أنت على أرض العراق إحنا بالعراق. إيش قال لك القاضي من قلتي له هذا الكلام؟ إيش رد عليك؟ دنج وقاعد كادر مخاطر يصنفون علي أنا الوحيدة اللي بكربلاء أحسن. دافعت عن أخوتي راحوا غدر غدر إيراني مخابرات إيران. طيب كتلوني ودي راحوا جرائم منظمة اثنين طابوا من كربلاء. نعم. وما زودين ويحكمون بس أنا ما يقدرون. أنا مطبق القانون قانون قانون 3366 العقل 969 عقوبات الجنايات المخلة بالشرف 200 قرار. أخويا محمد 64 نربو بالقلب أخويا إعلامي. نعم. إعلامي استراتيجي دولي كل إذن نحكم وبالحق وبالعدالة. سيدة سامية نعم أنا أشكرك يا سيدة سامية من كربلاء، وصلت فكرتك. عدالة لا توجد في العراق، هناك بعض الأشخاص اليوم في العراق من ذوي التقاعد أو الرعاية الاجتماعية وغيرهم إذا كان من المشاركين مع الجيش السابق في قتال إيران فترفض معاملاتهم ويتم النظر إليهم نظرة دونية من قبل بعض مؤسسات الدولة في العراق، لأنه بعض الموظفين يقولون بأنه أنت شلون تحارب إيران، أنت محسوب على النظام السابق وتحارب. وربما هذه القضية قضية من تلك القضايا أنه أنت إذا تريدين ترفعين دعوة على إيران أو جهات إيرانية، من اللي حيسمح اليوم بالعراق أنه يتم رفع دعوة قضائية ضد إيران وضد ما تقوم به إيران أو ما قامت به إيران سابقا؟ عدنا عقيل من بغداد، تفضل. سيد عقيل من بغداد. عقيل يا بابا
ما موجود عقيل، ما موجود عقيل. طيب مشاهدينا الكرام، تقرير لمنظمة العفو الدولية قالت بأن العراق يأتي في المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط و45 على مستوى العالم بعدد أحكام الإعدام. دولة يتم فيها تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع، كيف يتم قبول أو مصادقة من رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام في ظل وجود قضاء مشكوك بنزاهته وبمصداقيته، ويتنظر إليه الجهات الدولية بأنه قضاء فاسد؟ شلون اليوم الدولة هذا أو شلون اليوم هذه الأحكام تعتبر أحكام صحيحة إن كان القضاء مشكوك بنزاهته وبمصداقيته؟ اليوم القاضي بالعراق خاضع لنفوذ الميليشيات، ربما تابع لأحد الأحزاب بإرادته أو غصبا عنه، هو متأثر. فكيف يتم الاعتداد بهذه القرارات والأحكام الصادرة من هذه المؤسسات القضائية إن كانت المؤسسة القضائية مخترقة، المؤسسة القضائية فاسدة كما تصفها الأمم المتحدة؟ يعني أعلى جهة دولية وصفت القضاء في العراق بأنه قضاء فاسد وفاشل، كيف يتم الاعتداد بهذه القوانين وهذه القرارات الصادرة من المؤسسة القضائية؟ وبالتالي شلون هذه الأحكام اليوم، أحكام الإعدام بالعراق، أحكام صحيحة؟ شلون استندت المحاكم في العراق على إصدار هذه الأحكام إذا كان التعذيب والاعترافات اللي تأخذ بالقوة بالإكراه بشتى الوسائل هي النظام السائد في المعتقلات والسجون؟ عندنا جاسم من صلاح الدين، تفضل. حلو، حياك الله يا جاسم. قبل شوي انا خابطك اذا 500 متر عن المخيم. اي 500 متر عن المخيم، يعني مخيم محطة بلد. نعم. قبل شوي دقيقة، اي قلت 500 كيلو، لا العفو انا غلطان، 500 متر يعني. نعم، هاي صار 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 من 2015 لحد الان، الله وكيلك ما حد يرجعنا. ليش ماذا ترجع يا جاسم؟ ما يخلينا الاحزاب، ما تخلينا نرجع. ليش؟ اللي يسحبون نفط مستفادين من المنطقه. انت من قضاء بلد؟ نعم. انت من بلد؟ لا انا من الفرحاء. نعم، من الفرحاتية، وممنوعين صار لكم 5 سنوات. اي، و500 متر عن بيوت، الله يجيلك نشوفها بعيوننا. نعم. بس ما خلينا نرجع. تقدر تقول لي منو الجهة اللي مسيطرة على منطقتكم؟ هي الجهات الاحزاب. الاحزاب تقدر تحصر لي اياها بجهة واحدة او يعني جهة انت تعرفها؟ ما اقدر اقول لك على هذا. نعم نعم. الدولة ما استنجدتوا بالدولة، انتوا اهالي الفرحاتية ما استنجدتوا بالدولة انه يا دولة احنا بيوتنا 500 متر عنه، مدى نقدر نرجع؟ والله عظيم يجينا الدولة يمنا وراح نرجعكم، وراح نرجعكم على الانتخابات، وما حد يرجعنا. هذا الحكومة، الامن شو يقولوا لكم الامن؟ هو الامن يكترون يمنا وهذا، وراح نرجعكم وراح نرجعكم، وهاي صار من 2015 لحد الان ما رجعنا. نعم نعم. طيب أنا أشكرك يا جاسم، صوتك وصل إن شاء الله، نتمنى أنه يوصل للي داخل الدولة واللي خارج العراق أنه اسمعوا كيف يتم السيطرة على مناطق وتكون خاضعة هذه المناطق لأحزاب وميليشيات، وتفقد الدولة سيطرتها التامة عن هذه المناطق. قبل فترة طبعا تحدثنا عن موضوع جرف الصخر، وكيف أن هذه المنطقة مثلها مثل الفرحاتية وغيرها من المناطق الأخرى من 2000 صار لهم 7 سنوات تحديدا وهم ممنوعون من العودة إلى مناطقهم. جرف الصخر تسيطر عليها حزب الله، وموجودة في صلاح الدين ميليشيات كثيرة، سرايا السلام والعصائب وغيرها موجودة في محافظة صلاح الدين ومسيطرة على مناطق، إن كانت مناطق نفطية أو إن كانت مناطق أخرى مستفادة منها الميليشيات لتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مخازن سلاح وغيرها. عندنا اتصال حسين من واسط، تفضل يا حسين. الو، السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام حسين، نصل صوت التلفزيون. شو صوتك؟ احوالك؟ حياك الله.
الله يخليك استاذ محمد. والله انا عندي مناشد كل مسؤول عراقي شريف سني شيعي هي خطت علينا هسه احنا يا اخوي. والله العلي العظيم انا هسه رجال عمري 55 سنه شغل ما بيه قاعد بالعشوائيات وغرفتي عندي غرفه ومطبخ وحتى تقفن شينكو ما اقدر اسوي كل شيء نوب محظ ما عندي اسجل على شبكه ما تطلع لي لا عندي مثل رصيد لا ابدا. وعندي بنيه وحيده حتى لا ولد عندي ولا ابد. زين بنيه طلعها للشارع تشتغل وما كملت كليتها هي بكالوريوس انجليزي تخرجت وهسه هاي فترة ادور على تعيناتي اللي قلت طبعا اذا مو انا بالحزب او زنقين ما تلقى القضيه هاي من تيم يمين. هسه انا شفت البرنامج سوني ابوه علي قلت بلكت الله وعن طريقكم والله يفرجها عليه وما عندي بس اياها لابنيه والنوبه ثاني لا اقدر اشتغل بعد بيها الله وكلك تعبت الامور كلها تعبت. نعم والله يحفظكم ان شاء الله من خلال شاشتكم وقناتكم ورفعوا صوتنا للناس ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يكون هذا منبر. انا اشكرك يا سيد حسين ان شاء الله يكون فرصه انه حضرتك تحظى بمساعده من الدوله بوظيفه فرصه عمل او راتب. يعني العراق بلد غني في منطقه الشرق الاوسط من اغنى بلدان العالم وللاسف عندنا نسبه فقر عاليه جدا. عندنا حسين من الديوانيه تفضل يا حسين. حسين من الديوانيه وينك يا حسين؟ موجود؟ فقدنا الاتصال. كنت أتمنى يكون موجود حسين لأن حبيت أسأله على تصريح لمحافظ القادسية زهير الشعلان اللي قال على المتظاهري ثورة تشرين أبناء الغجر. فكنت حابب حقيقة يشاركنا أحد من الديوانية أنه من محافظة القادسية ينطينا رأيه بهذا المحافظ اللي يتهم شباب طلعوا للمطالبة بحق يتهمهم بأنهم أبناء غجر ومدفوعين ومدفوع لهم ثمن حتى يطلعون. هل المواطن العراقي اليوم يحتاج أنه يندفع له ثمن حتى يطلع ينزل بالشارع؟ هل العراق متوفر به الخدمات؟ متوفر به النظام الأمني؟ متوفر به البطاقة التموينية؟ الرعاية الاجتماعية؟ النظام الصحي؟ التعليم؟ هل اليوم المواطن العراقي إذا تعرض لمظلمة وذهب إلى مؤسسة القضائية إلى المحكمة يشتكي حتنصفه إذا كان دا يشتكي على رئيس الوزراء؟ هل اليوم بالعراق أكو هاي المقومات؟ ليش تستغربون أنه المواطن العراقي يطلع اليوم يتظاهر؟ شنو اللي يمنعه أنه ينزل يتظاهر؟ هل متوفرت لحياة كريمة بحيث أنه هو لازم يقعد بالبيت وما يطلع؟ لو كل مواطن عراقي عايش عيشة الجيران الحوالينا أبناء الدول اللي تنتقدوها وتهاجموها وتتهموها اتهامات باطلة، لو المواطن العراقي عاش نص اللي عند دول الخليج جيراننا كان طلع عليكم كان الظاهر. من عندنا؟ حسين من الديوانية تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بروح أمك احنا شوية على مود الشيء. على مود شنو؟ من الشبح الميليشيا الميليشيا يعني الشبكة يعني بهذلونة بهذيل ما خلوه لنا حوار. شبكة شنو حسين ما فهمت؟ على مود الشبكة يا شبكة طولنا يعني مو بشار نشريد حسين يا شبكة حسين. نعم وياك. شبكة شنو؟ شبكة ما رعاية يعني انت جاي قهر ايه سجلنا وما طلعت وانت عجل شغلة انتخابات انت عجل ايه ثق بذات الله ثق بذات الله رجالي يعني عشريت مو عراقاني. نعم حسين اريد اسألك يا حسين زهير الشعلان محافظكم او مو محافظكم هو محافظ القادسية وما اعرف شلون بعدها موجود يقول على اللي ظاهروا من ابناء المحافظة ذولا ابناء غجر. انتم محافظتكم عايشين بخير ونعيم حتى ما تتظاهرون؟ ثق بذات الله الشابعين مآسات عد الناس اهلي الدوانية شاهد قاسم مرتح جد العالم وقناة العقيلة من جسمي. طيب الناس تعبانين قاعد تجاوز
حاسد الدوله. ترضون انتم ابناء الديوانيه او القادسيه ينقال عليكم او ينقال على اللي يتظاهرون ابناء غجر؟ المحافظ هذا اصلا ايراني. نعم. كلها ايراني وغيره. نعم. تقبل. سيد حسين انا اشكرك شكرا جزيلا. من الديوانيه وصلنا الى نهايه الحلقه، اعتذر منك بس عندنا رسائل نقراها سريعا حتى نكون منصفين ويا الاخوه اللي شاركوا. عراقي مقيم في عمان او عمان حقيقه ما مبين، يعني يقول السلام عليكم استاذ محمد، اجاوبك على سؤالك لان ما بني على باطل فهو باطل. العراقي ينراد له فرمته كامله من هذول الاحزاب، العراقي يريد عراقي حكمه مو حزب فلان وحزب فلان. تحياتي شكرا جزيلا. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.